يعني الحقيقة ببقى فخورة جدا وسعيدة جدا بكم الإنجازات اللي بتحققها بناتنا في كل المجالات، تحديدا بقى يمكن هنتكلم النهاردة على المجال الرياضي، لأن ضيفتي النهاردة هي بطلة أو واحدة من أشطر وأمهر البطلات الرياضيين في الجمباز الإيقاعي، والحالة قدرت ترفع اسم مصر كذا مرة، مش مرة واحدة بس، في منافسات البطولة الإفريقية. وهي مين؟ هي البطلة علياء صالح. يا علياء، أخبار علياء ولا عليا؟ هو انا اسمي حقيقه علياء، بس كل حد بيقول لي عليا. علي، انت بتحبي ايه؟ علي. علي، خلاص. وانا كمان حبيت علي. اخبارك ايه؟ ومبروك وعلى كم الحاجات الحلوه اللي يعني فخوره بيك ان انت بنت مصريه رفعتي اسم مصر اكتر من مره، زي ما انا قلت كده في البدايه. خليني اعرف منك كده البدايات شويه، امتى بداتي ان انت تمارسي الرياضه عموما بشكل عام في حياتك؟ انا ابتديت العب جمباز وانا عندي 3 سنين ونص، عشان هو دي رياضة بالذات الجمباز الإيقاعي محتاجة ان احنا نبتدي واحنا في سن صغير قوي، فعشان كده ابتديت من وانا عندي 3 سنين ونص. مارست رياضة تانية غير الجمباز ولا لا هي الجمباز بس؟ انا جربت مثلا تنس وسباحة وكده، يعني عديت على كذا رياضة بس ما حبيتش اي رياضة غير الجمباز الإيقاعي. اشمعنى بقى الجمباز الإيقاعي ده هو اللي انت حبيتيه؟ حسيت ان هي لعبة بنات بس، فحسيت ان هي لعبة رقيقة قوي، وان هما حبيتها جدا لان هي كلها فعلا بنات، وان احنا كلنا بنكون مع بعض وبنسمع ميوزك، ويعني ليها كلها شوية رقص روقان يعني. بالزبط. برضو بالزبط. طيب احكي لي، اي لعبة بيبقى لها مواصفات او متطلبات خاصة، ايه المتطلبات بتاعت ان واحدة عايزة تبقى بطلة زي كده وتلعب، او بلاش نقول بطلة، تبقى بس تدخل تمارس رياضة الجمباز الإيقاعي؟ هي لازم تبتدي طبعا من السن الصغير، بس لازم يكون عندها مرونات، يبقى عندها موهبة في الرياضة، زي مثلا ان هي تعرف تتحكم في الأدوات، تعرف ان هي ترمي وتمسك كويس. طبعا كل ده بنتعلمه من واحنا صغيرين مع كل المدربين، بس طبعا لازم على حسب كل بنت هي بتقدر تستوعب قد ايه من التمارين كلها. فاكره اول تدريب ليكي كان ايه؟ انا فاكره كنت صغيره قوي، وبعدين ابتدينا نعمل مرونات على الارض، وابتدينا نعمل حاجات للظهر وكده، فحسيت ان انا كنت اكتر مركزه مع البنات الكبار اللي كانوا بيلعبوا مع الميوزك ومع كده، فحسيت ان انا عايزه ابقى زي دول، يعني ما كنتش مركزه في اللي انا بعمله، كنت مركزه مع الكبار بيعملوا ايه. لا بس ما شاء الله عليكي. طيب شايفين ميداليات كتيرة ويعني حاجات حلوة، فقولي لي الميداليات دي ايه بقى؟ خدتيها في خلال كام سنة؟ بتاعت ايه؟ يعني كلميني عنها اكتر. هي الميداليات دي كلها من البطولة الافريقية اللي فاتت، هي كانت في رواندا، ودي كانت هي المؤهلة للأولمبيكس بتاعت 2024 في باريس، وهي أنا جبت 4 ميداليات ذهب وواحدة سيلفر وواحدة برونز، وهي دي كلها في البطولة اللي فاتت. أوكي، برافو عليك. مين اكتر حد يعني انا بسال السؤال وعارفه اجابته، عشان هي طبعا بنوجه لها كل الشكر والتحيه، هي موجوده معنا في الاستوديو. اكتر حد بيدعمك وكان بيشجعك وبيقول لك لا او يلا، لان ساعات انا ابني في نفس سنك كان بيلعب كوره في النص، لا مش قادر بقعد، لا او يلا وهتعمل حاجه، فمين اكتر حد كان بيدعمك؟ اكيد والدتك طبعا. طبعا معروفه يعني. طبعا هي طبعا يعني هي ليها الدور الكبير في كل حاجه، وهي اللي ساعدتني دايما لما بكون مش قادره او كده، هي اللي كانت دايما بتساعدني. وطبعا اخويا وبابايا وجدتي كانوا ليهم دور، بس هي مامتي كانت اكبر دور. وطبعا مدربتي كان بقى لها 9 سنين معايا، وهي اسمها نوع حسام، هي معانا في النادي من زمان، وهي كانت برضو ليها دور في الصاله بقى، يعني هي مامي بتدعمني مامي في البيت، في البيت وهي في الصاله. وهي في الصالة. اوكي. الاستعدادات بقى لما بتبقي داخله بطوله بتبقي بتعملي ايه؟ بتحضري نفسك ازاي؟ في تمارين معينه بتبقي عامله ازاي؟ هو بيبقى في تمارين طبعا طويله بنبتدي نركز فيها اكتر، بنبتدي نعمل زي بروجرام كده، بروجرام فتنس، بيبقى ده هو محمود سراج، هو كان مدرب الفتنس بتاعي، وده كان عاملي بروجرام لللياقه البدنيه، وطبعا في معسكرات مثلا نسافر نعملها بره، وبنرجع بقى. ماما كانت بتقول لا، كانت بتسيبي. اه برافو والله. وبطلع معسكرات لوحدي، وبعدين طبعا بيبقى في بطولات تجهيز عشان نأهل نفسنا للمنافسات. طبعا يعني السؤال ده كنت المفروض اساله لك في الاول بس انا نسيت. اللي هو ايه بقى؟ هو انا عارفاه بس نقوله للناس. طبعا الناس بتقول لك ايه؟
ما اكيد بقى واخده كل البطولات دي، اكيد هي مهمله في دراستها، اكيد هي اصلا في كليه عاديه. قولي لهم بقى كده يا استاذه عليا، فاجئهم كده، انت في كليه ايه حضرتك؟ انا في كليه هندسه تاني سنه. اتفضلوا. هندسه دي كليه صعبه على فكره. طب ما هو انت بتلعبي جمباز من انت طفله صغيره، وكنت خلاص حتى تارجت ان انت لا انا هدخل وهعمل وهدخل بطولات، ويعني خلاص انت متارجته انت عايزه ايه؟ ليه اخترتي كليه برضو صعبه؟ ما هندسه محتاجه حضور، يعني ليه ما اخترتيش كليه نظريه مش عمليه؟ كليه تبقى لطيفه ظريفه يعني خفيفه، مش ما تبقاش تقيله. فكليتك من الكليات الصعبه، كليات القمه، فازاي قادره تعملي البالانس ده والموازنه الرهيبه دي؟ انا كنت في مدرسه الماني اللي هي الديو، وانا كنت دايما متعوده من وانا في المدرسه ان انا اعمل الموازنه ما بين دراسه وتمارين. فحسيت ان انا خلاص لو انا متعوده من وانا صغيره يعني خلاص ممكن اخش اي كليه انا نفسي فيها وهقدر ان انا اعمل البالانس. يعني انت عارفه توازني ما بين هنا وما بين هنا، فعشان كده انت دخلتي ما همكيش يعني. طيب برضو كل البنات اللي بتشوفنا دلوقتي هيقول لك ايه دي ما بتاكلش، انت جسمك ما شاء الله، يعني اصل اللعبه دي كمان تحديدا محتاجه تبقي كده. بتاكلي ايه؟ يعني بتاكلي ايه؟ بتشربي ايه؟ بتصحي الصبح تاكلي إيه؟ بتاكلي محشي ومكرونه بالبشاميل وحاجات كده زينا، ولا مفيش الكلام ده؟ يعني مفيش الكلام ده، هو مفيش يعني معظم الوقت مفيش يعني بجد؟ وقت البطولات بنبقى مركزين في اكلنا قوي. ممكن ان احنا مثلا ناكل اللي نفسنا فيه الصبح قبل التمرين، وبالليل بقى ما ناكلش خالص، او ناكل بالليل سلطه. لازم نشرب ميه كتير جدا عشان التمارين الطويله. بعد ما بترجعي من البطوله بقى يعني زي اي ام عايزه بقى تعمل المحمر والمشمر والحاجات دي، بترجعي تاكلي الحاجات دي ولا لا خلاص انت تعودتي ان انت لا مش عايزه اكل؟ ساعات بحس ان انا تعودت ان انا خلاص الاكل ده يعني مش مهم قوي بالنسبه لي. بس يعني لما بيكون نفسي فيها يا مامي طبعا مش بتتاخر عليا، بس يعني بابا برضو مركزه في الكميات يعني. بس بتاكلي يعني بتاكلي عادي محشي والحاجات الحلوه الاكلات المصريه طبعاً. دي بس بالكميات قليله. اول بطوله شاركتي فيها اكيد اول كل حاجه بنبقى فاكرينها، كلميني عن اول بطوله شاركتي فيها، كانت عامله ازاي الاجواء، الناس المشاركه معاكي؟ كنت خايفه متوتره؟ لا كنت داخله عندك ثقه؟ احكي لي عنها. اول بطوله في حياتي خالص كنت صغيره جدا، وهي ما كانتش في مصر، هي كانت كمان؟ كانت في بلغاريا. وهي بلغاريا يعني من احسن الدول دلوقتي في الجمباز الايقاعي، وكانت مدربتي بلغاريه. بس هي كانت مامي سافرت معاكي ولا مامي؟ لا مامي سافرت معانا، يعني احنا كنا الفريق بتاعي كلنا سافرنا بلغاريا. الاول كان في زي معسكر كده شويه وبعدين بنطلع على البطوله. فانا ساعتها كنت لسه صغيره مش فاهمه قوي احنا بنعمل ايه، بس يعني انا كنت حاطه في دماغي ان انا اكون مركزه قوي ان انا اعمل اللي انا اتمرنت عليه في التمرين. فدخلت وهناك جبت اول، وبرده يعني ما كنتش حاسه يعني ان انا عملت حاجه قوي غير لما كبرت بقى يعني. بالظبط. وفهمت ان بلغاريا فعلا يعني كانت منافسات صعبه. بس هي دي كانت اول بطوله فردي بالنسبه لي. قبل كده واحنا صغيرين خالص بنلعب جماعي. طيب اي حاجه فيها صعوبات اكيد. ايه اكتر حاجه او الصعوبات اللي واجهتك تحديدا في الجمباز الايقاعي، كانت ايه اكتر حاجه؟ هي من اكتر الصعوبات في الجمباز بالذات هي الاصابات، يعني لان احنا رياضه بنعتمد على عضلات وبرده لازم نكون مشدودين قوي، فهي بنعمل جامبس بنعمل رميات، فهي ساعات الادوات بتجيب اصابات لما بتقع علينا او كده. بس هي اكتر حاجه من الصعوبات هي الاصابات. الاصابات ممكن لو لا قدر الله حد اصيب بيقعد شويه ما يلعبش؟ على حسب الإصابة طبعا. ولازم ان احنا نتواصل مع دكتور بتاع الرياضة، لان اي دكتور تاني هيقول لا خدوا راحة. بس عشان احنا في الجمباز يبقى حد متخصص في الحتة بتاعتكو دي، يعني زي بتوع إصابات الملاعب مثلا. بالزبط. بتوع الكورة. بالظبط. اوكي. عمرك لا قدر الله بعد شر اتصبتي؟ اتصبت بس الحمد لله، يعني طبعا إصابة خفيفة بس يعني الحمد لله كان بيبقى دايما في دكاترة وفيزيوثيرابيس وكده هما اللي بيساعدوا في الموضوع. طب هايل والله. طيب احكي لي لو دلوقتي بنت من البنات بيتفرجوا علينا ويعني كبروا ممكن شويه، مش هقول لك 3 سنين ونص يعني، بس كبروا في المدرسه بس نفسهم يلعبوا، تنصحيهم يعملوا ايه؟ يبتدوا عارفه زي كده في فيلم بيقول لك نبتدي منين الحكايه، فيبتدوها منين؟ يعملوا ايه؟ يعني هما طبعا لو حابين اللعبه واتفرجوا عليها ولقوا ان هما نفسهم يكونوا كده
طبعا الإرادة دي أكتر حاجة بتنجح أي بني آدم، فهما لو نفسهم قوي هيعملوا كل حاجة إن هما يقدروا ينجحوا. فأنا يعني بقول لهم لو أنتوا فعلا عايزين ونفسكوا، لا روحوا جربوا وإن شاء الله هتنجحوا. طيب اللعبة دي تنفع لعبة جماعية ولعبة فردية، أنت بتحبي إيه أكتر؟ أنا من زمان وأنا بحب الفردي أكتر. يعني أنا اللي هو معتمدة على نفسي، وأنا يعني أنا اللي بتصرف في كل الأحوال. الجماعي طبعا أصعب بكتير، بس هو حلو إن احنا نتفرج عليه، بس تمرينه أصعب بكتير لأن كلهم لازم يكونوا في نفس الثانية بيرموا في نفس اللحظة. أوكي. طيب احنا معنا ده فيديو يعني أو ده، قوليلي بقى دي إمتى، كلميني عن الفيديو ده. ده الأفريقية اللي فاتت، وقت التتويج بتاع لما طلعت أول فردي عام. أوكي. طيب كلميني كمان عن تأهيلك لأولمبياد باريس 2024، بتستعدي بقى ليها ازاي؟ احنا دلوقتي ابتدينا تمارين بس اللي هو بطيء شويه، يعني ابتدينا نريح شويه. المفروض امتى البطوله؟ امتى هي؟ في الاولمبيكس من اخر جولاي لاول اغسطس كده، يعني اول 10 ايام في اوغست. قربنا برضو يعني. احنا يعني الجماز الايقاعي يوم 8 ويوم 9. ده فين بقى؟ في باريس. أو.